اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حوار المشاهير. معانا النهارده ضيف جديد، مستر محمد فاروق، مؤسس شركه دي بي. هي متخصصه في استشارات التعليم واداره وتشغيل المدارس الدوليه والمعاهد. حابين يا دكتور نتعرف من حضرتك النهارده اكتر عن الشركه ونشاطها. اهلا بيكم، فرصه سعيده جدا وسعداء ان احنا موجودين معاكم النهارده. هو شركه استشارات التعليم، او الفكره بتاع شركه استشارات التعليم طلع اساسا من ان كان عندنا، يعني عندنا جزء، انا شغال في المجال الدولي بقالي اكتر من 20 سنه في مجال التعليم الدولي. فاكتشفت حاجه من تواجدنا في المجال، يعني ان دايما البيرنتس عندهم شويه تساؤلات مش بيتم اجابتهم عليها بصوره سليمه. غالبا بتكون الاجابه نابعه من يعني باست اكسبيرينس من اي ستودنت عندهم او اي بيرنت صديق او الكلام ده اوريدي تشينجد مع الوقت خالص. حتى التوجهات بتاعه المفروض يروح فين في الجامعه اتغيرت، حتى التوجهات بتاعه ناخد الهاي سكول ازاي اتغيرت. فطرقت الفكره دي، وهي فكره مصغره للمشروع ان شاء الله ربنا يكلله بالنجاح، يعني ان يكون في زي ما في عياده طبيب، الطبيب ده الناس بتروح له تقول له البيشنت هيستوري، تقول له الريكويرمنتس بتاعتهم ايه، تقول له هم يعرفوا يدخلوا مستشفى خاص ولا لا، عايزين طريقه العلاج تبقى ازاي، زي ما هم بيحكوا للدكتور كل تفاصيل المريض والدكتور بيوجههم سواء كان في طريقه العلاج او اسلوب العلاج او نوع العلاج. فاحنا يعني احنا يهمنا تواجد المجال ده في مصر بقوه، يعني ويكون التقديم في جزء طبعا ربنا يدين عليه ثواب طبعا، لان احنا بنوجه الناس لحاجات افضل لهم ممكن ما يكونوش شايفينها بشكل او باخر يعني. فمن هنا طرقت فكره ان احنا نقدم الاستشارات في التعليم، بلس طبعا الاكسبيرينس الكبيره سواء جوه مصر او بره مصر في شغل التعليم الدولي. يعني مهم جدا اصلا الطالب يكون عارف هو عاوز ايه، او حتى هو يوصل للي هو عاوزه ازاي، وهل ده مناسب ليه ولا لا. الاباء برضو محتاجين يعرفوا ازاي يختاروا لاولادهم مجال الدراسه، ايه المناسب ليهم، يعني حتى الجزء المادي بتاع الجزء فاينانشال، هل هو يعني هيقدر ولا لا بالظبط، وهيقدر يكمل عليه ولا لا. طب هنبدا مرحله وما نقدرش نكمل الثانيه، طب هل اصلا نظام التعليم نفسه الاباء والامهات هيعرفوا يتعاملوا عليه، هنقدم له دي ولا لا. هو انا السؤال ده يعني هيدفعنا لان احنا نسال نفسنا سؤال، هو للبيرنت عايز يعمله لابنه، هو ده المناسب لابنه ولا لا؟ يعني في سؤال مهم قوي ينطرح في الجزئيه دي، هو ايه انا عايز ابني يعمل ايه؟ احنا تحديدا بنبقى فول ريسبونسبل عن الطلبه من اول ما يخلص الجريد 9 او يخلص التشيك بوينت في الاي جي ويبدا يخش الهاي سكول. فيبدا يخش الهاي سكول احنا عندنا خيارات كتير، طالب يخش ايه هاي سكول. الناس كلها تظن ان ما فيش غير في مصر غير تعليم ثانويه عامه مثلا، او التعليم المصري ناشونال يعني بشقيه اللي هو العربي والانجليش يعني. ولكن طبعا في خيارات تانية كتير للتعليم عشان ناخد منها الهاي سكول، وفي خيارات تانية فيما بعد التعليم غير الكليات اللي حتى التخصصات اللي متواجده في مصر او غيرها يعني. ففي شويه اسئله لازم تنطرح سابقا يعني قبل السؤال ده على البيرنت، على البيرنت يعني نفسه. لو انا دلوقتي يا دكتور، او انا مثلا جايه طالب ورايح مرحله جديده، هو الكلام ده المفروض يبدا تقريبا من مرحله اعدادي كمان عشان يعرف هو داخل على فين بعد كده. طبعا التصنيفات الكلاسيفيكيشنز بتاع التعليم بتتبع كل حاجات من اول كي جي لحد الاند اوف الهاي سكول، ولكن احنا تحديدا الجزء اللي الناس بتهتم بيه قوي، او الناس ممكن يكون عندها في حيره شويه من اول ما يدخل الهاي سكول وبعد كده الجامعه، يعني ده الجزء اللي عليه تساؤلات كتير ومش متجاوبه كويس هنا. تمام، فانا بقدر ان انا من الاول اعرف انا يعني اعمل ايه، ادخل ايه او كلام من ده. طيب احنا مبدئيا محتاجين نعرف انواع التعليم، ودي نقطه مهمه قوي يعني. ان التعليم ينقسم في اي بلد لنوعين، ناشونال وانترناشونال. وفي خلط ما بين ان النظام التجريبي في مصر او نظام المدارس الخاصه لغات دي مدارس دوليه، مش شرط تكون مدارس دوليه. هو التعليم يا اما ناشونال اللي هو بتاع البلد، يا اما انترناشونال اللي هو معترف بيه بنفس الفاليو في جميع دول العالم. كويس. فاحنا اكشوالي الناشونال بتاعنا في مصر هيبقى التعليم المصري، لو احنا عايشين في السنغال هيبقى الناشونال في السنغال التعليم السنغالي. تمام. لو احنا عايشين في الصومال مثلا هيبقى، لو احنا عايشين في ايرلندا، لو احنا عايشين في واتيفر البلد، الناشونال هيبقى التعليم بتاع، بغض النظر عن اللغه اللي بيقدم بيه. يعني احنا عندنا التعليم المصري بيقدم في مصر بشكلين، يا اما المدارس اللي بتدرس المناهج باللغه العربيه، او المدارس اللي بيدرس فيها الماث والساينس باللغه الانجليزيه بلس الاجيال القديمه كلها بلس الادفانسد ليفل.
في الانجليش يعني. فهذه المدارس كلها تصنف ناشونال او تعليم مصري. مدارس الانترناشونال هي المدارس زي ما قلت لحضرتك اللي بتعرف يعني في الحكومه يعني مدارس بتدرس مناهج ذات طبيعه خاصه، بالاضافه الى ان احنا ممكن نقسم بقى انواع الانترناشونال طبقا لحاجات كتير قوي. اشهر طبعا ثلاث انواع عندنا في مصر اللي هم الامريكان دبلوما او الناس بتقول عليها احيانا السات، والاي جي الاي جي سي اس اي تحديدا، وده اختصار انترناشونال جنرال اي جي سي سيرتيفيكت اوف سكندري اديوكيشن، والاي بي لها انترناشونال بكالوري. الامريكان دبلوما او السات ريليتد لامريكا يعني كورت معين بشكل معين انا بنتبع له، والاي جي تابع لبريطانيا او البلد المنشئه له بريطانيا يعني، والاي بي هو فكره طرأت في جنيف تحديدا في سويسرا، وهم كانوا زي مستشارين تعليم لهيئه الامم المتحده وطلعوا نوع من التعليم اسمه انترناشونال بكالوريا، مختلف شويه عن السيستم البريتش والامريكا الاثنين يعني. اشهر طبعا اثنين سيستم في مصر، البريتش والامريكا. البريتش اللي هو الاي جي، والامريكان اللي هو الناس بتقول عليه سات او الامريكان دبلوم، ولكن موجود كمان الاي بي وبدا ينتشر في دول كتير من العالم، وفي مدارس اشتغلت بيه في مصر يعني. هو ريليتد لهيئه اصلا في جنيف، وهو معتمد شويه على طبيعه التعليم في الدول الاسكندنافيه عموما يعني، ما بين الاكتيفيتيز والمواد المفروض ياخدها والبروجكتس المفروض يسلمها. في ناس عندها يعني زي معلوم او ان هم زي كونسبت كده، ان انا لما هدخل حاجه امريكان او بريتش او ايا كان، هو انا كده ده انا بقلل اللود وكده هقلل الضغط بتاع ثانويه عامه، وان ده هيعديني مرحله تانية، والجريد بتاعته هتخليني ادخل كليه احسن. هل ده حقيقي اصلا يعني؟ دي معلومه دي صح؟ هو اكيد حقيقي يعني. أوكي. اكيد حقيقي لاكثر من اعتبار يعني. كان في نظام طبق سابقا في الثانويه العامه، ان كان في بيسمح للطالب انه يحسن على مدار سنتين. يعني الطالب عنده دور اول ودور تاني في ثانويه عامه، ثانويه عامه مصريه الناشونال، وعنده دور اول ودور تاني في سنه ثالث، فكان بيخش الاربع مرات دول يحسن في درجته، وبالتالي كان بيحصل على سكور كويس. الوقت ده ما كان متطبق فيه الكلام ده، كان قريب من الاي جي. الاي جي عندهم امتحانين في السنه، عندهم امتحان في مايو وامتحان في نوفمبر، وهو بيخش المواد اللي هو عايزها طبقا لاختياراته، وبيخش فيها مره في ماي ومره في نوفمبر لحد ما يحسن درجاته. فالتعليم الدولي في الابيليتي ان احنا نحسن في الدرجه اذا ما عرفناش فيها نجيب السكور كويس. والتعليمين سواء كان المصري او الاي جي قريبين من بعض في شكل عدد المواد الدراسيه المفروض الواحد يدرسها. بس الناس فاهمه ان هي لما تخش تعليم دولي ان هي مش هتذاكر. لا دي مفيش حاجه اسمها مش هذاكر. لا في ناس بتفتكر ان انا لما اخش حاجه دولي فده اسهل لي، وان ده حاجه تخليني ما ذاكرش، وان انا خلاص كده. خلينا نصح الكونسبت ده، خلينا نصح الكونسبت ده شويه. هو الطالب اللي بيدخل تعليم دولي هو بيكسب شويه مكاسب، من ضمنها ان عنده فليكسابيليتي في دخول الامتحان. تمام. فده هيريحه طبعا. كويس. يعني بدل ما اخش الماده دي في نوفمبر اخشها في مايو. كويس. طب انا دخلتها في نوفمبر وما جبتش فيها سكور، هخشها في نوفمبر، او اخشها في نوفمبر اللي وراه. فدي اول نوع من انواع الفلكسبيليتي. غير كده بيمتحن في كل مواد. هما كمان فاكرين ان ده هيخليني اخد سكور اعلى ندخل في الامريكا بشكل اسهل عشان ادخل كليات قمه. جميل. هو انا اصلا لو ما بذاكرش هقدر ان انا يعني افايت او ان انا يعني انجح اصلا في كليه من كليات قمه؟ حتى لو فرضنا ان احنا عندنا احنا اتكلمنا على او قارنا التعليم المصري بالبريطاني، ما جبناش سيره الامريكاني شويه، وكنت شايف ان هو يعني من وجهه نظري يعني هو احسن انواع التعليم المطروحه على الساحه الاعتباريه. في مصر لما بنقبل درجات ونيجي تخش بيها الجامعه بتقسم الدرجات الى شقين. جزء اسمه جي بي اي، جري بوينت افريج بتاعه السكورز بتاعه المواد اللي بياخدها، ودي بياخدها على مدار الثلاث سنين بتاعته في الـ في الـ في, الـ في الهاي سكول، ودي بتحتل 40% تقريبا من درجاته. عندنا امتحان اللي هو كوليدج كواليفيكيشن بروجرام بنسميه، او امتحان مهارات اللي هو زي كان الاس اي تي سابقا اللي هو سكولاستيك ابتيتيود تيست، ومصر عملت امتحان مثيل او مماثل له اسمه ايجيبشن سكولاستيك تيست. هذا الامتحان الطالب بيمتحن فيه مادتين مع بعض، بيمتحن فيه ماث وانجليش مع بعض في لجنه واحده. كويس. في مره واحده يعني، وعنده الامتحان ده 12 مره على مدار سنتين اللي هم جريد 11 وجريد 12 اللي هم ثانيه وثالثه ثانوي، وبياخد اعلى سكور جابه فيهم. حتى لو فرضنا ان الطالب مثلا جه في مره من المرات دخل انجليش وماث فجاب درجه كويسه في الانجليش
وجاب درجه ما عجبتوش في الماث، وبعدين دخل امتحان تاني جاب درجه ماث اعلى من اللي جابها في الامتحان الاولاني، فبياخد الدرجه العاليه من الماث في الامتحان التاني بلس الدرجه العاليه من الانجليش في الامتحان الاولاني. الكومباينيشن بتوع الدرجتين دول بيحتل ال 60% من 60% من الدرجات. ده بيخليني احسن، بس ده مش معناه ان انا مش اذاكر وان انا اعدي من غير ما اذاكر. انا مش عارف عشان بس الطلبه الكونسبت ده مش موجود، يعني الكونسبت ان الطالب هو امتحان مهارات في الاساس، والفرق ما بين تحديدا الامتحانات الدوليه والامتحانات الامتحانات عندنا، الامتحانات الدوليه بتخاطب المهارات والسكيلز بصفه اساسيه، فالطالب كل ما بيخش الامتحان اكتر كل ما مهاراته بتعلى، وبالتالي بيبقى الافيلابيليتي بتاعت الطالب ان هو يجي سكور ويل او يتقدم كويس في الجامعه عاليه جدا. يعني احنا يعني مش عايز اعمل مقارنه تكون يعني ما تكونش في صالح الـ 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 يعني في صالح تعليم معين ضد التاني او كده، ولكن قصه انا عندي 12 مره ادخل فيهم الامتحان، عدد المواد اللي انا بدخل فيها الامتحان قليله، ال 40% بتوع المدرسه او بتوع الجي بي اي اللي بيحتل المدرسه هذا التنسيق المصري، يعني بتكلم على تنسيقه في دخول الجامعات المصريه. لو قصة جامعات بره ان شاء الله ممكن نتكلم عنها في يعني بعد ما نخلص الجزئية دي، ولكن تنسيقه في دخول الجامعات المصرية 40% ياخدهم مدرسة، ال 40% دول متاح انه يحسن فيهم في المدرسة، متاح انه يعمل بروجكتس تعلي درجاته، يعني الريتن اكزام مش هو الاساسي عشان ياخد فيه السكور، ده في حاجات كتير، ممكن يعمل سمر كورس، ممكن يقدم بروجكت في السمر كامب، ممكن يعمل حاجات كتير يعلي بيها سكوره في ال 40% دول. فبيكون عندنا في الجزء التعليم الامريكي عندنا 40% الطالب يعني يقدر يحصل منهم على 38-39% لو ذاكر كويس بسهوله، دول مش متوفر يعني الجزئيه دي مش متوفره لا في التعليم الاي جي ولا في التعليم الناشونال المصري يعني. بلس ان الدرجات اللي بيحصل عليها من امتحانات السات او الامتحانات المماثله زي الايجيبشن سكولاستيك تيست الاي اس تي المصري يعني هو درجاته بتبقى 60% وتصل ل 75% اذا عدى سكور معين جوه الامتحان. مش عايزين نخش في تفاصيل تكنيكال قوي، ولكن سكوره ممكن يوصل ل 130% بلس ان 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 مكانه محجوز في الجامعات ما بينافسوش عليه الطالب المصري. يعني احنا لو نسبه من الجامعات الحكومه ما بينافسوش عليها الطالب المصري اصلا. احنا عندنا يعني عندنا 5% للتعليم الدولي البريتش والامريكان، دول محجوزين المقاعد دي محجوزه في الكليات الحكوميه المصريه. هل بيبقى سهل عليهم بقى ينافسوا اصلا بعد كده في كليات الكومه كدراسيا يعني؟ طبعا ممكن يكون الكومبيتيشن اللي بتحصل نتيجه التنسيق على عدد قليل من المقاعد تعلي الريت شويه في الجامعات الحكومه، ولكن الجامعات الاهليه متاحه ببساطه، الجامعات الخاصه متاحه ببساطه، ومالناش فيها رقم محجوز. تحب حضرتك تقول لنا فكره الشركه في الاول يعني جات ازاي؟ هل مثلا كان ناس كتير بتسالك اعمل ايه لابني، اعمل ايه لبنتي؟ طبعا كاسدي بيسال، وكان الجزء النوتس دي يعني ان فعليا ما فيش حد بيقدم النصيحه دي كما ينبغي، يعني كان كل واحد بيقدمها، وده فكره ان احنا يعني عملنا ريسيرش محترم واشتغلنا فتره طويله وكان عندنا اكسبيرينس عاليه في اكتر من نوع من انواع التعليم عشان ما نعرف نقول كده او كده او كده، نقول كده او كده ليه وايه اللي يناسب الطالب. يعني في طالب مثلا مشهور جدا عندنا في مصر ان 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 ان, إن, إن طالب ان يقول لك انا ابني شاطر بس مش بيذاكر كتير، انا ابني شاطر وناس عايز ذكي وبيفهم مش ذكي كتير. لو طالب بالمعيار ده يبقى افضل له يكون في امريكان سيستم كويس. طب طالب ريجيد هو قاعد بيذاكر بال 17 وال 18 ساعه كده، ممكن ما نرشحلوش نوع تعليم، ان شاء الله ينجح في يعني كل انواع التعليم تبقى تناسبه، وهتفرق في الاخر قدراته فين عشان نجيب سكور. فما اتكررت الاسئله بتاعت احنا نعمل ايه، طب نخش جامعه ايه، طب نسوي ايه، طب نعمل ايه، السيد قرار كتير جدا. ولاحظت ان دايما الناس اللي بتجاوب من منطلق اللي هو عارفه، واللي هو عارفه مش سفيشنت انه يجاوب الاجابه اللي تناسب ولي الامر، او زي ما بيقولوا بتوع البيزنس ان دي الجاب اللي ما بين المطلوب والمعروف. تمام. يعني دي جاب يعني فعلا لازم تبقى واضحه عند الناس، الجاب دي لازم تتسد. فاحنا حبينا نسد الجاب دي من اكتر من اتجاه يعني، عشان كده احنا كشركه استشارات بنقدم استشاراتنا لثلاث انواع من الناس فعليا يعني، وده كان سبب ان احنا يعني انشانا الشركه وتعاملنا الحمد لله تعاملات كتيره جوه بره مصر الحمد لله. يعني كل ما كانت المعلومه موثوقه اكتر ومن مصدر موثوق، كل ما كنت عارف اتعامل عليها وعارف اخد قرار صح. مع العلم طبعا، يعني ممكن يكون المصدر موثوق بس ما عندوش يعني نوليدج انف انه يجاوب الاجابه المطلوبه.
يعني بالظبط انا دايما اشبه الكلام ده احنا هنا في الشركه هنقدم حاجتين، هنا حضرتك هتقدر ان انت تقدم لهم معلومه صحيحه ومصدر موثوق، طبعا فهنا كل واحد هيقدر عالية بالظبط يعني كل واحد هيقدر ياخد قرار بشكل صحيح، يقدر ياخد حاجه فعلا تفيده ويقدر يتعامل عليها. ده انا هقول لحضرتك الافضل من كده، احنا جالنا ناس اصلا اوريدي اتجاهات تعليمهم اتغيرت غير الهاي سكول، احنا كمان بنقدم منح للطلبه في الجامعه الدول مصر نتكلم عليها في الثاني، ولكن احنا 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 في ناس وجهه نظرهم اصلا اتغيرت، يعني اوريدي الفيلد بتاعهم اتغير تمام، بدل ما كانوا رايحين هنا رايحين هنا، والناس بتشكرنا الحمد لله. احنا لسه عندنا استفسارات كتير واسئله كتير يعني حابين نجاوب عليها للمشاهد مع حضرتك، فهنطلع فاصل ونرجع مع حضرتك تاني. اوكي.